اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين وزير خارجيه جمهوريه العراق الشقيقه وذلك على هامش الاجتماعات الوزاريه التي عقدت في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. وجرى خلال الاجتماع التاكيد على عمق العلاقات الاخويه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه العراق الشقيقه، وما تشهده من تقدم ونماء على كافه المستويات، واستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائيه والارتقاء بها الى افاق اوسع، بما يلبي التطلعات المشتركه ويحقق الاهداف المنشوده. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك